أهلا بكم مجددا إلى غرفة الأخبار. تتواصل بالبرلمان التونسي الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في حكومة الحبيب الصيدة التي تشكلت قبل سنة ونصف بعد فوز نداء تونس بأغلبية الانتخابات التشريعية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية مراسلنا من تونس فاتح الفالحي. كيف تسير هذه الجلسة فاتح؟ نعم يوسف، هذا الصباح كانت جلسة يعني ساخنة بعض الشيء. كلمة رئيس الحكومة التي كانت مضامينها متوقعة يوسف، عبر أولا تبرير عدم قبوله بالاستقالة ولجوئه إلى البرلمان، شرح الرجل طويلا يعني تبريراته وقال بأنه يعني فوجئ بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية والتي لم تأتي في وقتها. قال بأنها عطلت مسارات عديدة، مسارات حكومية ومسارات برلمانية. هو قال بأنه لا يتشبث بموقعه ومقعده ولكن يريد أن يخرج بطريقة دستورية وطريقة قانونية. يعني فسح المجال لتدخلات النواب، تدخلات النواب إلى الآن ما زالت متواصلة ويمكن أن يتم يعني التصويت على تجديد الثقة من عدمه خلال الساعات القادمة، ويمكن يصل الأمر إلى منتصف الليل. ولو أن يوسف النتيجة تقريبا تبدو يعني حتمية وهو إخراج لحبيب الصيد من الحكم عبر عدم التجديد الثقة له. نعم. طيب، الصيد تحدث في كلمته عن ما وصفها بالضغوط التي تعرض لها من أجل المغادرة، بماذا يتعلق الأمر بالتحديد فلاح؟ مجددا يوسف، رئيس الحكومة لم يتحدث عن أو تحدث عن أطراف لم يسميها. قال بأن هنالك أطرافا منذ أن تم طرح مبادرة الحكومة الوطنية يعني هرعت جميعها إلى إجباره على ترك منصبه والبحث عن البديل له، وقال بأن هؤلاء يعني حيدوا المبادرة من مبادرة سياسية إلى مبادرة ممكن تمس شخصه بالذات. نعم، تفضل تفضل فالح. نعم، قلت بأنه انتقد هؤلاء ولم يسمهم، ولو أن الجميع يعلم يوسف أن الخصومة هي تقريبا بين رئيس الحكومة وبين الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم وهو نداء تونس. يعني أطراف من نداء تونس فعلا ضغطت في اتجاه أن يترك لحبيب الصيد منصبه حتى يتم سريعا المرور إلى حكومة الوحدة الوطنية. هو رفض هذا المنحة وقال بأنه هو رجل دولة ويؤمن بالمؤسسات الدستورية، وبالتالي فإنه رفض الاستقالة وذهب إلى مجلس النواب حتى يعني يخرج من باب الكبير. هو اليوم يعني مسألة تجديد الثقة من عدمها هي الآن أصبحت مسألة محسومة، فقط الساعة القادمة يعني تمر بنا إلى حكومة جديدة. طيب، بدأ الحديث طيب عنها. إذن تقريبا إذن مغادرة يعني الحبيب الصيد وحكومته باتت محسومة كما قلت فالح. يعني هل من أسماء مرشحة لتشكيل الحكومة المقبلة؟ نعم، اليوم مرشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بدأ بالحديث عن هذه الحكومة. قال بأن مباشرة بعد انتهاء الجلسة وبداية من الأسبوع القادم، بداية من يوم الاثنين، ستكون هنالك لقاءات واجتماعات مكثفة حول يعني الحكومة الجديدة، حول شخص رئيس الحكومة الجديد وحول الهيكلة وتنظيم هذه الحكومة. الآن تقريبا يعني جل الذين وقعوا على ما سمي باتفاق قرطاج متفقون على هذه المسائل. فقط هذه الجلسة هي جلسة إجرائية للمرور إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة حكومة الوحدة الوطنية. تعلم يوسف أن الموقعين على اتفاق قرطاج هم يعدون تقريبا 85% من حجم التمثيل البرلماني في مجلس النواب، وبالتالي فأن هنالك ثقل كبير وراء هذه الحكومة. هم تقريبا 9 أحزاب وثلاث منظمات وطنية كبرى، وبالتالي فأن حجم التوافق كبير على الحكومة الجديدة. جلسة اليوم هي فقط جلسة بروتوكولية، جلسة تنظيمية للمرور إلى المرحلة. نعم. طيب فالح، ماذا بعد مغادرة الصيد للحكومة؟ هل الأمور كما يتساءل الكثير من المراقبين ستسير على ما يرام بالضرورة، أم أن الوضع الاقتصادي والسياسي في تونس ربما يتجاوز الأشخاص؟
مباشرة بعد انتهاء الجلسة يوسف بعدم تجديد الثقة لحبيب الصيد، هذه الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال. الدستور ينص في الفصل 89 على أن رئيس الحكومة سيعين من يراه قادرا على تسيير الحكومة القادمة، وبالتالي فإن السيد لحبيب الصيد هو من يعتبر إلى يعني تمت طي صفحته. المرور إلى التوافق حول الحكومة القادمة وحول رئيسها لا يعني أن الأمور تسير باليسر وبالسهولة التي يريدها البعض. هنالك انتقاد كبير لما تم يعني الوصول إليه في هذه المرحلة بالذات. هنالك من يقول بأن أصلا حكومة الوحدة الوطنية الآن في هذه المرحلة بالذات لا جدوى لها، وممكن أن تكون لها نفس الفشل هذه الحكومة، خاصة يوسف وأن البرنامج الحكومة القادمة لم يحدد بشكل واضح، وهنالك نقد كبير لهذه المسألة، إضافة إلى أن هنالك أطراف تدعو إلى عدم المحاصصة الحزبية، عدم إعادة تجربة الائتلاف الرباعي الحاكم الذي يحكم الآن، ويعني اعتماد على كفاءات وطنية يمكن لها أن تخدم المرحلة القادمة. وعدد كبير من الملفات حقيقة يوسف ينتظر الحسم، منها ملف الإرهاب والملف خاصة ملف التنمية والملف الاقتصادي الذي يشكل على ذكر الملف الاقتصادي فالح، الوضع السياسي غير المستقر. نعم فالح، الوضع السياسي غير المستقر الآن في تونس، كيف ينعكس، كيف تنعكس هذه التجاذبات السياسية على الوضع الاقتصادي؟ اليوم الحبيب الصيد يوسف تحدث عن بعض ما ينعكس من وضع حالي على الوضع العام بالبلاد. المرور إلى حكومة الوحدة الوطنية وهذا التجاذب الذي دام أكثر من شهر ونصف هو انعكس سلبا على الحياة الاقتصادية إجمالا، على سير عمل الحكومة وأيضا على سير عمل مجلس النواب. من بين هذه الانعكاسات يوسف أن الانتخابات البلدية سيتم تأجيلها بعدما تم حسم تاريخها في مارس القادم نتيجة ما يحدث الآن في أروقة البرلمان، إضافة إلى أن مجلة الاستثمار وهي مجلة مهمة جدا لتطوير الاستثمار ولتنقيط مناخ الاستثمار ولدعم ودخول يعني رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية أيضا سيؤجل النظر فيها بسبب حكومة الوحدة الوطنية. هذه الحكومة التي يرى فيها البعض يوسف أنها منقذ للبلاد قد تكون لها سلبيات عديدة، ولكن الجميع هنا ينتظر بأمل لما ستؤول إليها الأمور في الأشهر القادمة، وربما سيكون في هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية حلا سحريا لمختلف هذه الملفات. ولو أن المعارضة الشرسة خاصة لرئيس الجمهورية والائتلاف الحاكم يرون عكس ذلك. نعم طيب يوسف. فاتح، آخر سؤال، الشارع التونسي كيف يراقب، كيف يتابع كل هذه التجاذبات السياسية بين الأغلبية والمعارضة؟ الشارع التونسي يوسف سئم هذه التجاذبات، تتالي الحكومات وتغييرها منذ يعني 5 سنوات، هنالك تقريب يعني عدد كبير من الحكومات التي مرت على البلاد التونسية، وتغيير الحكومات من حين إلى آخر لا ينفع البلاد في شيء ولا ينفع الاستقرار العام في شيء. ولكن الشارع التونسي أيضا ينظر بإيجابية للحراك الدستوري والحراك الديمقراطي القائم في البلاد. تعلم يوسف أنه للمرة الأولى في تاريخ تونس وربما في تاريخ محيطها أن يتم عزل رئيس الحكومة عبر الدستور وليس عبر الإقالة أو الاستقالة، وهذا ممكن منجز كبير ينظر إليه التونسيون بكثير من الاستحسان. عموما الشارع التونسي ينتظر تطورات خاصة حكومة الوحدة الوطنية ويريد إنجازات ربما تكون من فلسفة تغيير الحكومة، ويعني إنشاء حكومة وحدة وطنية هو جمع المزيد من التوافق، المزيد من الحزام السياسي وراء هذه الحكومة حتى تمر إلى الإصلاحات الكبرى وأهم الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة ملف محاربة الفساد الذي يبقى الملف الأهم من لدى الرأي العام التونسي، ولكن أيضا الملف الأهم لتطوير الاقتصاد عموما يوسف. نعم فتح الفرحي مراسلنا من تونس، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام غرفة الأخبار، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.